خلونا قبل ما نكمل فقراتنا بصباح الخير يا مصر نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا ونعرف منها ايه هي اخر اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير مثلا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا دينا. قول لنا بس في الاول ازاي بتستعد لشهر رمضان؟ انا زي كل ست مصريه اصيله نظفت وغسلت الازمه كل حاجه والستاير. هي الحاجات دي قبل رمضان وقبل العيد. ما هو الناس بتيجي تزورك في رمضان وخلاص ما عادش حد بيجي يزور في العيد. دلوقتي عزايم رمضان هي اللي بتكون اكتر. صح. يعني طول السنه ما حدش بيزورك. بتهتمي كمان بترند الكنافه يا دينا؟ لا مش قوي. انا بحب الكنافه بالكريمه والمكسرات اللي ماما بتعملها. ما بحبش الانواع المختلفه من الكنافه القديمه الجميله. أيوة. اللي هي بسوداني وزبيب وجوز الهند محروقه من فوق. ايوه دي وبقرمشه كده. فعلا احنا كلنا بنحاول نستعد لشهر رمضان الكريم. كلنا كستات وبيوت بنحاول ان احنا نظافه البيت بتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا. بنهتم بيها قبليها علشان يعني ما نهتمش بنظافه البيت قوي طول شهر رمضان ونتفرغ شويه او وقت كبير من الشهر الكريم للعبادات. انا بالنسبه بالي طبعا بحافظ ان انا لازم يكون في زينه رمضان، البيت نظيف، كل حاجه. لكن في حاجه اتعودت عليها بقالي سنين قوي، ان انا مثلا بزود عباده من العبادات اللي مش متعوده عليها طول السنه. لو صلاه سنن او قراءه قران بشكل منتظم، ختم القران او ختمه القران دي بالنسبه لي بتبقى مهمه جدا، بحاول اتعود عليها بقيه السنه لان لازم نستفيد من الشهر الكريم. طبعا بنسال على كل اللي بنحبهم وبنحاول نزورهم، ما بنثقلش على الناس زي يمكن شاذلي ما قال ان احنا مش لازم نروح زيارات لان طبعا الاسعار غاليه والدنيا ما بقتش سهله على الكل وضغوط الحياه بتبقى صعبه. لكن نحاول نزور حتى لو بعد الفطار وبنسال بالتليفون دايما ونحافظ على صله الرحم مع كل الناس اللي احنا بنحبهم ونخلي بالنا منهم كويس قوي علشان هو ده الشهر اللي فعلا شهر البركه والخير والغفران لينا كلنا.